لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، تقبل الله منا ومنكم الصالحات من العمل، وعاد علينا وعليكم على الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، اللهم آمين. كما ندعو الله عز وجل في عليائه أن يكتبنا من قابل من حجاج بيته الحرام، اللهم آمين. طبعا أول لقاء بعد العيد، أخوة كثر لهم أعذار، فقررنا أن نؤجل العودة للمعالم من اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن حديثي الليلة في أمر مهم، قضية سد النهضة، تحديات ومخاطر قراءة شرعية من أجل تأمين الجبهة الداخلية. أرى أن هذا يعني من الأمانة والديانة، مسؤولية عظمى تقع على عاتق العلماء والدعاة الله عز وجل أن يقوموا بدورهم في تأمين الجبهة الداخلية، وهذا من خلال المكاشفة والمصارحة، قراءة المشهد، كيف تراه الشريعة وبما تحكم عليه، وما هي العوامل التي أدت إلى ما نحن فيه، وكيف نأخذ بأسباب النجاة. أرى أن الموضوع من الأهمية بمكان. في البداية أحب أن أشير إلى معنى مهم جدا ينبغي علينا أن نتكلم فيه مع الناس، أن الله تبارك وتعالى خلقنا وسخر لنا ما في كونه، أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وأخدمنا حتى ملائكته سبحانه وتعالى، وأعلمنا أنه لما خلق القلم قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة أمر القلم بالكتابة كما تحفظون، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة من الأجال والأرزاق والأحوال. فالأمور عندنا معاشر أهل السنة والجماعة يعني تجري بمقادير، ولابد أن نتمم المعرفة بالله تبارك وتعالى من خلال ربوبيته، من خلال أسمائه وصفاته، حتى تثبت العقيدة في قلوبنا، ونقرأ المشهد قراءة صحيحة، ونرتب الأولويات ترتيبا صحيحا، وحتى نؤدي دورنا على أكمل وجه ونحن على طمأنينة وسكينة، حتى نستطيع التعامل مع الأحداث المحيطة، لأن هذا من الأهمية بمكان. كثير من الناس في مثل هذه الأحوال لضعف المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى، قد تطيش الأقوال وردود الأفعال، وتتحرك العواطف، ويحدث الاندفاع والتسرع والطيش، والكل يتكلم وفي كل شيء بدون مثلا علم، وبدون خبرة، وبدون دراية، وبدون تأصيل شرعي. فهذا ولا شك مما يحدث الإرجاف والإرباك ويؤدي إلى الخلل. من أجل ذلك أرى من الواجب علينا أن نتكلم في هذا الموضوع المهم، إبراء لذمتنا ولساحتنا، وحرصا منا على مصرنا التي نحبها، ولأداء دورنا. تأمين الجبهة الداخلية في الحقيقة من أهم المهام
التي إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون مفيدة في هذا الحدث بعون الله وتوفيقه. المولى تبارك وتعالى أخبرنا على لسان نبيه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ماذا قال بعدها؟ قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا محل ودعوا محارم، يعني اطمئنوا، الأمر جرى به القلم. لو اجتمعت الأمم على تأخير نقطة ماء واحدة أو زيادتها لا يملكون ذلك ولا يستطيعون ذلك. إذا الأمر كله مرده إلى الله تبارك وتعالى. الجميل أن الله عز وجل بين لنا، وهذا معنى في نظري من الأهمية بمكان طبيعة الطريق وحقيقة الصراع بين الحق والباطل، كيف نجا من نجا وكيف هلك من هلك، والسعيد من وعظ بغيره كما نقول لكم دائما. هذه العبارة المأثورة عن السلف عبارة جميلة جدا جدا. السعيد يعني من أراد الله به السعادة في الدنيا والآخرة، هو من اتعظ بما جرى لغيره. ولذلك طرح السنن وكيف تحققت وكيف أنها لا تحابي ولا تجامل، لا تتبدل ولا تتغير، هذا مما يعطيك فرصة لمراجعة نفسك وأداء دورك كما ينبغي. من الأمور المهمة جدا في هذا الباب أن المولى عز وجل بيّن لنا أن شياطين الإنس والجن يعملون على التضييق علينا، على محاربتنا، على يعني إفساد الحياة لنا ومن حولينا. وهذا تحدث عن القرآن باستفاضة، ولعلنا أشرنا إليه في مرات عديدة، لكن إذا كان عالق في الذاكرة ومستصحب سيكون مهم جدا في كيفية قراءة المشهد ومن أين أتينا، حتى يعني نزداد طمأنينة وسكينة ونظما أننا نركن إلى ركن ركين إلى المولى سبحانه وتعالى. المولى أخبرنا سبحانه وتعالى بهذا الخبر العجيب جدا. قد تقولون وما السبب في إراده هنا، لكن له معنى جميل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إيش اللي بعدها؟ ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني المولى عز وجل كما في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المولى عز وجل هنا يطمئننا أنه لن يظلمنا، لكن إن كان ثم الظلم وقع علينا بتسليط غيرنا علينا فلا شك أنه من أنفسنا، من صنع أيدينا. ولذلك ترد السنن تتحدث في هذا الباب بطريقة بديعة جدا جدا، تتكلم ولعلكم يعني تحفظونها تماما. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل، بعض الذي عمل مش كل كمان، خلي بالك. ليه؟ لعلهم يرجعون، حتى يرجعوا إلينا ويعودوا إلينا. تجد الآيات في الباب عظيمة جدا وواضحة جدا جدا، لكن الطمة الكبرى أن آية في القرآن كأني بها تصف حال الناس الآن بوضوح. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تقدرون الله حق قدره، اشترأتم عليه وعلى دينه وعلى رسوله، وهذا ظلم لأنفسكم، ظلم بين لأنفسكم، لأنه سيكون السبب الأعظم للابتلاء، للوباء، لتسليط الأعداء، للأمراض، للأسقام، للمذلة، للهوان، للضعف، للخور، للسقوط، للفشل. فأنتم من جلبتم هذا لأنفسكم. لذلك معنى في منتهى الوضوح مطرد في القرآن العظيم. لو قلنا مثلا، دائما ما أحب أشير إلى هذا المعنى،
حتى نتهم أنفسنا وحتى نقر ونعترف بجرأتنا على الله وعلى رسوله وعلى دينه، وأن الواقع من حوالينا ينبئ بخطر عظيم جدا جدا جدا. لأن الله عز وجل في هذه السنن التي أشرنا لطرف منها أزح شعوب وأمم وحضارات من على وجه الأرض بأقل من ذلك بكثير، يعني بأمور قد تتعجبون لها، لكن هكذا كان الحكم في الأمم التي سبقتنا فعلا وحقا وصدقا، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. والله نخشى يا أخواني أن يكون استدراج لنا، إن لم نرجع ونؤدي ما علينا نخشى أن يكون هذا استدراج، لأنه يملي للظالم الذي ظلم نفسه أو ظلم غيره، حتى إذا أخذه لن يفلته، أخذه أخذ عزيز منتقم مقتدر سبحانه وتعالى. المعنى في منتهى الخطورة. أنا أقول تعالوا ننظر أنا وأنتم بالراحة كده وبهدوء أعصاب عشان نقرأ المشهد كويس عشان نقدر نحلل كويس. تعالوا نطالع كم الشركيات الموجود في أوساطنا كمسلمين، نتكلم عن مصرنا التي نحبها وندعو الله عز وجل أن يسلمها وأن يعافيها، اللهم أمين يا رب العالمين. تخيل كم الغلاة الصوفية الذين انتشروا في أوساط المسلمين في مصر وهم يطلبون المدد من غير الله ويذبحون لغير الله وينظرون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويدعون غير الله عز وجل. وكما سمعتم الإلهام والوجد والتجربة وكيف غالوا في أئمتهم حتى سمعتم العجب العجاب. تعالوا نطالع كم النفاق الموجود في أوساط الناس سواء على مستوى الأفراد، الأسر، المجتمعات، المؤسسات. ناس يعني ينافقون من أجل المدح والثناء والشهرة والمال والمنصب والجاه والوجاهة، مش كده؟ حاجة عجيبة جدا. تعالوا شوفوا كم الكذب الصراح. من لم يكذب على أقل تقدير يتجمل، ولا كان لا أكذب ولكني أتجمل، لكن كذب كذب إلا من رحمة ربي طبعا. تعالوا لكم العقوق المتبادل، عقوق الأباء للأبناء أثمر عقوق من الأبناء للأباء، صح كده؟ مش هي دي المعادلة المضبوطة؟ ما هو عقوهم بعدم تربيتهم صح، فلما كبروا ردوا الجميل فعقوهم حينما كبروا. حاجة حجم العقوق اللي بيحصل لسه لغاية امبارح، ذبح أمه عشان ياخد الفلوس اللي في حضنها مش عارف يطلعها عشان يروح يجيب الكيف اللي هو عايزه، امبارح في النشرة سمعتوها. حاجة يعني مش ممكن مش ممكن. طيب تعالوا نشوفوا كم الربا وكيف ضرب أطنابه في أوساطنا بأسماء جديدة وبحيل وخداع وطرق ملتوية حتى ملأ دخانه الدنيا. ونحن نسمع ونطالع الآيات والأحاديث، المولى عز وجل يقول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا دعوا اتركوا ما بقي من الربا، ما يصح ما يليق، يمحق الله الربا محق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره لقل، لازم يفلس في الآخر. درهم واحد يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية. تخيل الفظاعة والتغليظ في التخويف، حاجة عجيبة الشكل. ومع ذلك الربا انتشر وكل يوم يزداد والناس تكاد تصر على التعامل بالربا، حاجة مش ممكن مش ممكن أبدا. طيب تعالوا شوفوا حجم الزنا، يعني أظنكم تقرؤون وتسمعون وتطالعون. الزنا كزنا لا يمكن، دي قديمة دلوقتي، زنا المحارم النهاردة وكيف يقع في أوساط الأسر زنا المحارم بكثرة. يقول لك أكثر من 400,000 قضية زنا محارم مرفوعة من المحاكم، وما خفي كان أكثر طبعا وأعظم.
يعني تخيل المعنى، يمكن هنا بيجي لنا في القضايا حاجة صعبة صعبة صعبة، حاجة لا تطاق لا تحتمل. تخيل. طيب انظر إلى تيسير طرق الوصول للزنا، من التبرج والعري والخلاعة في اللبس وفي القول وفي المشية، ويقول لك تحرش آل. ده أنت بتهيج للشهوة لدى الشباب ولا مصرف لها شرعي، يعني فيش قدر على الزواج والشقة والبيت والموضوع، فبالتالي الشباب يداعب فيدخل في هذه الطرق الملتوية الميسرة التي أصبحت من السهولة بمكان والعياذ بالله تعالى. طيب تعالوا نتكلم بقى عن المخدرات والمسكرات والخمور وما شابه ذلك، والأسماء الجديدة والألوان وما أحدثته وتوابع ذلك من جرائم طبيعية ملتصقة بها، القتل والسرقة والنصب والاحتيال، كل ده نتيجة أنه بيشربه وعايز لازم يتصرف فيتفنن في كل شيء، حاجة يعني مش ممكن. طيب تعالوا شوفوا حجم مثلا الرشوة، حجم الغش، حجم السرقة، حجم الاختلاس، حجم النصب والاحتيال، حاجة مش ممكن يا جماعة والله. تعالوا نقولوا مثلا حاجات تانية، نتكلم في حاجات تانية، الواقع بتاعنا المرير مثلا، العشوائية والفوضوية والسلبية واللامبالاة، فيش نظام، فيش جدية، مفيش ترتيب، فيش نظافة، حاجة صعبة جدا جدا جدا. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا قلت واكرر، بالقليل من هذه الامور ازيحت امم وشعوب وحضارات من على وجه الارض. انا هتكلم عن حاجتين بشيء من التفصيل، يعني مش التفصيل الطويل طبعا، بس عشان اثبت لنفسي ولاخواني ان الامر فعلا في منتهى الخطوره، والله والله في منتهى الخطوره. الامر الاول مثال ضربه المولى عز وجل في القران، والامر الثاني مثال ضربه النبي عليه الصلاه والسلام عن خطوره الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر على السواء، عشان كده هناخد مثال هنا ومثال هنا ونشوفوا النتيجة والأثر بيعمل إيه وبيخلف إيه. يا الله، تكلم تبارك وتعالى في كتابه بهذه الآية المخيفة المرعبة، وضرب الله مثلا، مين اللي ضرب؟ يبقى ينبغي نعمل إيه؟ ننتبه ونتأدب ونستحي ونركز ونفهم كويس إيه الموضوع. ده ربنا اللي بيضرب مثلا مش أي حد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللي حصل فكفرت بأنعم الله. خلي بالك ده مش كفر أكبر، ده كفر أصغر، ماشي؟ يعني ما شكرتش النعمة اللي هي فيها، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني يعملون يكتسبون. المثال ده معناه ايه؟ ركزوا كده معايا شوية. الله عز وجل يضرب المثل بقرية كانت غاية في الطمأنينة والسكينة وفي رغد العيش، تأتيها الأمطار وفيها الأنهار وفيها السيول الغير ضارة النافعة، يعني التي تأتي بالخير، ماشي، أجواء وأحوال وثمار وأنعام، بس مع الأسف الشديد ما شكروش النعمة دي، غفلوا عن شكرها. فما الذي حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عقوبة. طيب تعالوا احنا النهاردة بالله عليكم، بس عشان الموضوع سد النهاردة موضوع خطير، لازم ننظر ليه نظرة شرعية ونقول هو نهر النيل ده نعمة ولا مش نعمة؟ ايه رأيكم شباب؟ نعمة وبس يا جماعة، دي نعمة عظيمة، ده نهر من نهر الجنة، ده نعمة عظيمة جدا. عايز تعرفها أكتر شوف هو جاي منين. هتقولي جاي من هناك من ناحية أثيوبيا، يقول لك لا أنت مش فاهم الموضوع، هذا النهر من عند الله أولا،
شوف عظيم قدرة الله عز وجل، تتبخر البحار والمحيطات والأنهار قد لا ترى بالعين المجرد وهي تخرج من البحار والأنهار، تتجمع تساق منها من اللي عدى علينا كده وهي معديه كده شايفين احنا ماشيه كده ماشي، فتصل الى تلك الهضاب العاليه فتسقط، بتمص قوتها وتدفعها وتروح نازله وجايه لك في نهر النيل براحه بدون ادنى عناء ولا مشقه، جايه لك من اخر. شوف جايه لك ازاي، خلي بالك من الذي خلقها؟ المولى عز وجل. من الذي سيرها؟ المولى عز وجل. من الذي يعني أرسلها لك؟ برسول الله عز وجل. انتبه وشوف بقى النعمة بقى اللي انت فيها، الجو والمناخ اللي بيسموه المناخ، الجو المعتدل في الصيف وفي الشتاء، ده حتى الصيف بتاعنا الجامد قوي ده حاجة يعني طراوة بالنسبة لغيرنا، صح ولا لا؟ والشتاء الشتاء بتاعنا تتسالي بيطلعوا يتفسحوا فيه. بالمناسبة قدام عينيك دلوقتي شوف اللي بيحصل، العصير اللي في أمريكا وفي الصين، في الصين بيقول لك بلدة بأكملها السيول خدتها راحت، يدوبك أنقذوا اللي أنقذوا من الناس والناس تانية راحت في السيول، بلدة بأكملها، مدينة مش بلد صغيرة، مدينة ماشي. الهند النهاردة مئات البشر راحوا في السيول، وشوف العصير بتعمل ايه وبتسوي ايه وبتخلي ايه، يا الله مهلكة مدمرة، لانها جندي من جنود الله، قد تساق بالرحمة وببساطة وبسهولة تجي لك لغاية عندك. دي رحمة ولا مش رحمة؟ والله ده حاجة يعني نعمة والله العظيم، واستجلب الشكر الحقيقي. ماشي، غيرك اديك شايف بتعمل فيه ايه، وهي هي نفس النقاط ونفس السحاب مش هو هو نفس الموضوع ونفس التركيبة ونفس التشكيلة ونفس الدورة، لكن سبحان الله احنا عملنا ايه بقى؟ لم نشكر هذه النعمة حق شكرها. على فكرة الشكر ده واجب ربنا اوجبه علينا، ربنا اوجب علينا الشكر، ولذلك فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا نعمة ربنا عليكم، الشكر الحقيقي، ان هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا، من لم يشكر يكفر، ابن عباس يقول. ولذلك العلماء يقولون الشكر واجب، بس أنه شكر الشكر الحقيقي اللي يخليك معترف بعظيم نعمته عليك وتمييزك وتخصيصك وتشريفك بمثل هذه النعمة العظيمة التي يفتقدها كثير من الأمم والدول والبشر، والله العظيم نعمة بكل معنى الكلمة. طيب إيه هو الشكر الحقيقي؟ زي ما تكلمنا عنه مرات كتير جدا، قالوا الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع أي للمنعم. أنتوا معترفين النيل ده نعمة؟ معترفين صح؟ طيب الصح بقى في الشكر أن نعترف بهذه النعمة وأن نخضع بسببها للمنعم سبحانه وتعالى. التانية ليه؟ الشكر الحقيقي هو استفراغ الطاقة في طاعة المنعم التامة، يعني أنا عرفت أنه هو اللي أنعم علي بالنعمة دي، فأنا الواجب علي أن أنا أستفرغ طاقتي كلها في طاعته، ما عصيهوش، ما اسمعش لغيره، أساس المخضع وانقض لي عشان معترف بنعمته علي. طب لو أنا ما عملتش كده يبقى أنا مع الأسف الشديد بضحك على نفسي وبلعب، أنا جاحد النعمة مش مديها حقها. وعشان كده قال لك إن من لم يشكر النعم حرم منها، عوقب بالحرمان منها، بل قد يعاقب بها، كن هي بنفسها عقوبة. تخيل موضوع في منتهى الخطورة والله العظيم. عشان كده يا جماعة احنا محتاجين نقول احنا فين من نعمة النيل؟ طيب كيف نفهم هذا المعنى؟ ازاي نتعامل معاه؟ قال لك الاول بص في نفسك، انت شاكر النعمة دي ولا لا؟ ولو مش شاكر توب الى الله واشكره حق الشكر، انت ومن تعرف ومن تقابل ومن معه تتعامل، تحرك بالموضوع ده ماشي، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا. لكن مع الاسف الشديد احنا بنعمل ايه؟ بنتعامل مع هذه النعمه بطريقه فعلا محزنه. شوف طريقتنا في التعامل مع النيل
جعلناه مقلب للمجاري ومخلفات المصانع والشركات والجيف، مش كده؟ والوسخات ده حلنا، ماشي؟ طيب، من الحاجات الخطيرة جدا جدا اللي تخليك تاخد بالك من النعمة دي، ان النعمة دي بالذات هي اللي ربنا ذكرها وطلب فيها بالتوسط والاعتدال والاقتصاد، يعني والترشيد. ولو ما عملتش العقوبة بقى المؤلمة جدا اللي احنا مش واخدين بالنا منها، ربنا مش هيحبك. انت عارف يعني ايه ربنا مش هيحبك؟ هيسيبك لنفسك وشياطينك وظروفك بقى ووضعك اللي انت فيه، ويحصل لك اللي يحصل لك من الغرب ومن الشرق. طيب دي جاي منين؟ يا ايها الذين امنوا، ايش؟ كلوا واشربوا، ده شرب، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، ده في الشرب. طيب تعالى احنا بنعمل ايه بقى؟ الاسراف بقى في الميه بطريقه تدمي القلوب بكل معاني الكلمه، فعلا اسراف رهيب. كلكم شاهدين، كلكم شايفين. شوف بقى غسيل العربيات وغسيل المحلات وغسيل الشوارع وغسيل البيوت، وشوف بقى الميه اللي رايحه هدر في كل حته، وشوف بقى حنفيتك في البيت شكلها ايه وفي المسجد شكلها ايه. يا راجل ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى وانت بتتوضى على شفا نهر جاري، لو انت على نهر النيل الاصل في اسوان هناك، ماشي، وقعد تتوضى من النيل ذات نفسه، بيقول لك ما تسرفش في الوضوء، مع ان الميه اللي هتنزل منك هتروح فين؟ تروح في النيل. في النيل، هي انت بتتوضى في النيل، بتتوضى على شط النيل، بيقول لك ما تسرفش. يا الله، كان يتوضى بمد ويغتسل بمدين. انت انا شايفك دلوقتي قدامي بتتوضى ببرميل وتستحم بثلاث براميل، صح؟ دش مفتوح على الاخر وحنفيه على الاخر. يا اخوانا في خطوره كبيره جدا، واحنا لازم يعني نتعاون على مثل هذه الامور، لان فهمها الفهم الصحيح، الفهم الحقيقي، والا فكثير منا لا يقدر هذه النعمه ولا يلتفت لها، وده في نظري خطر عظيم جدا 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 جدا. طيب، نقول المثال الثاني. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول في الحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة، اللي هي نوع من أنواع الربا، تشتري الحاجة بالتقسيط وبعد ما تكتب الورقة وتستلمها تروح بايعها لنفس الراجل بالكاش وتاخد أنت الفلوس وتسدد القيمة اللي بالقسط، واتبعتم أذناب البقر، يعني رضيتم بالزرع، يعني قعدتم للزراعة والصناعة والفلوس والدنيا، وغفلتم عن الغاية وعن الهدف وعن الدين وعن الرسول وعن الآخرة، انشغلتوا خلاص، مش في بالكم، موضوع مش في دماغكم، وتركتم الجهاد في سبيل الله، حتى ولو بالكلمة، بالنصيحة، بلو معرفين عن المنكر، بدعوة الناس للتزكية والالتزام وعمل الصالحات، ناهيك عن جهاد الدفع إذا كان، وجهاد الطلب بضوابطه مع الإمام. القصة طويلة، لكن الشاهد بقى: وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا. إذن هي سنة لا تتبدل ولا تتغير. ما توقع الناس في هذه الذنوب بهذه الطريقة، وهذا طرف منها، إشارة بس، حاجات بسيطة منها، ماشي، قد يستهين بها الكثير من الناس، فعلا الناس قد تستهين بهذا الكلام: إلا سلط الله عليكم ذلا. الغريب مش في كده، معروف إن هذه سنة مطردة، إن لو أي مصيبة، أي وباء، أي ابتلاء، أي أزمات، هذه من صنع أيدينا، مش كده؟ مش كلنا حافظين كده؟ لكن العجيب في الحديث: لن يرفعوا عنكم، مش ممكن يرفعوا عنكم، حتى إذا، أو إلا إذا، يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو قال ترجعوا لدينكم. يعني يا جماعة الكلام ده؟ يعني المخاطر دي والتحديات دي والظروف اللي احنا فيها وتكالب قوى الشر علينا والمكر والكيد على مصر الحبيبة بهذه الطريقة، وتعاون قوى الشر، ومع الأسف كثير من خدعنا فيهم ويقفون مع العدو
بصورة واضحة وجلية كما تطالعون وتشاهدون. فعلا يعني هذه صدمات تلو صدمات، صدمات فعلا خطيرة جدا جدا جدا، تتطلب منا أن نقف وقفة مع أنفسنا ونقول حتى ترجعوا إلى دينكم أو تراجعوا دينكم كيف نرجع إليه؟ نرجع إليه بما يأمرنا به عشان يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وهذه المخاطر وهذه التحديات، ونؤمن أنفسنا ومصرنا ونخرج بسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى لازم نرجع للدين ونراجع الدين، نرجع للدين أسفين ندمين معترفين مقرين اللي حصل ده بسبب ذنوبنا ومعاصينا وما وقع منا. ماشي؟ طيب المطلوب ماذا يأمرنا الدين؟ الدين يقول توبوا إلى الله توبة جماعية، توبوا إلى الله، توبوا توبة صادقة ونصوح. ده المطلوب منكم دلوقتي، توبة صادقة ونصوح. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخطاب ده كان لمين؟ مين يجاوب؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اللي بكل تأكيد مش كلهم أخطأوا ومش كلهم اقترفوا شيء، لكن سبحان الله الخطاب وجه للجميع عشان التوبة الجماعية لها أثر ولها تأثير وبتدي صفحة بيضة وجديدة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها، تخليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. احنا محتاجين نفهم الموضوع ده، محتاجين نفهمه كويس، احنا محتاجين ندعو الناس من حوالينا أن يتوبوا توبة صادقة ونصوح لله تبارك وتعالى. ثانيا من باب الحرص على أنفسنا أسرنا مجتمعاتنا وأمنها واستقرارها وعلى مصرنا، نقول يا جماعة راجعوا قضية اليقين التي أشرنا إليها في المقدمة، لازم تكون حاضرة وقوية، هي اللي هتدينا استقرار وطمأنينة وسكينة، إن محدش يقدر يحرك حاجة، محدش يقدر يغير ويبدل في حاجة، دول ما سلطوش علينا إلا لما وقع منا ما أشرنا لطرف منه. ماشي؟ إذن هؤلاء من السهولة بمكان، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده. إذن هذا المعنى يدفعنا يعني أن نكون مطمئنين ساكنين واثقين في أن الأمر بيد الرب سبحانه وتعالى وحده. أيضا من المعاني العظيمة لتأمين الجبهة الداخلية التي ينبغي أن نتكلم فيها ونوضحها للناس، الأخذ بالأسباب. من جملة الأخذ بالأسباب أن ننصح النصيحة الشرعية ونقول ابحثوا عن بدائل، وطنوا أنفسكم لكل الاحتمالات، ابحثوا عن بدائل. وإحقاقا للحق وإنصافا، الدولة في الحقيقة بدأت في عدة مشاريع رائعة في الحقيقة، إنصافا وديانة. يعني مصبي نهر النيل في مصر، فرع دمياط وفرع رشيد، يصبوا فين؟ في البحر. فضل عز وجل في خطة رائعة جدا جدا جدا، الدولة بدأت فعلا تشتغل فيها بهدوء وبصمت وبدون شوشرة. هتحول المصبين دول للدلتا الجديدة اللي هي على محور الضبعة، استصلاح 2 مليون فدان. هيبدأوا محطات رفع تجيب المصبين دول وتلمهم على بعض ويمشوا لغاية الصحراء. ده حاجة جميلة جدا جدا جدا، برضو حاجة روعة. الدولة شغالة في مشاريع التحلية وبتعمل محطات ضخمة وعملاقة، شيء جميل برضو، إنصاف نقول جزاكم الله خيرا. الدولة بتحاول تستثمر المياه الجوفية زي ما بيحصل في الوادي الجديد والحتت اللي تحت دي، وبيزرعوا عليها وبيقولوا ان فيها خيارات كتير وفيها بدائل جيدة ومبشرة، حاجة جميلة جدا جدا. يعني حقيقة الواحد فعلا يشعر بسعادة، ويعني يرى ان ثمة اطمئنان في هذا الباب ان تكون بدائل جيدة. ايضا قضية ترشيد الاستهلاك، ودي مش بتاعت الدولة بس، دي بتاعتكم انتوا كأفراد، ان انت تبدأ من النهاردة
ترشد استهلاكك في المية. اولا هتوفر فاتورة غالية دلوقتي وانتوا عارفين، وسيبك من فاتورة بس هترشد صح في وضوءك، في غسلك، في نظافتك في بيتك، في محلك، مع عربيتك لو عندك، يعني تغير بقى وتهتم بالموضوع وتخليها قضيتك الخاصة، ان انت هتوفر هتشارك في هذا الباب، لانه باب في الحقيقة باب مهم جدا جدا ينبغي ان نحرص عليه. من اروع ما نريد ان نتكلم فيه لتأمين الجبهة الداخلية من منطلق وطنوا انفسكم على كل احتمالات، كل شيء وارد، كل شيء وارد. هنقول كلمة مهمة جدا لازم تركزوا معي فيها، توجد ازمات في ارض الواقع، ازمات طاحنة. ماذا لو حصل حاجة للنيل مثلا واحنا على الحالة دي والازمات دي موجودة؟ في الحقيقة خطر مميت، مش نظرة تشاؤمية، دي نظرة شرعية. زي ايه مثلا؟ عايزين نتكلم بقى في المعاني دي بشيء من البسط، يعني عايزين نقول للناس اهتموا بالقضية، القضية دي فعلا قضية فعلا محتاجة وقفة لله تبارك وتعالى. توجد انحدارة أخلاقية وسلوكية خطيرة جدا جدا جدا، لو وقعت معها أزمة للنيل الناس هتاكل بعض، هتفتك ببعض. هقول وانتوا قولوا لي فيه ولا ما فيش حالة من سوء الأخلاقيات والسلوكيات ملأت أرجاء الوطن، صح ولا لا؟ طيب، منها أخلاقيات الجشع والأنانية، حب النفس، البخل، الشح، خلي بالكم، الفظاظة، الغلظة، العنف، انتبهوا للمعاني دي، معاني مهمة جدا. الأثرة، اللي هي الأثرة، لا يا راجل يا ريت إثار، ده احنا عايزين الإثار. الأثرة دي ضد الإثار على طول، عكسه. الإثار ان انت تؤثر غيرك بما هو حق لك وبتاعك وانت اولى بيه، بس انت بتسيبه له طاعة لله وقربة لله وطلب الأجر والثواب. اما الأثرة ان انت تاخد حاجة مش بتاعتك اصلا، تاخد حق ومش حقك وتحتكره لنفسك. دي اظن انتوا شايفين الواقع شكله ايه. طبعا حالة التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد حتى بين أبناء الرحم الواحد، صح ولا لا؟ ولا أنا في مبالغة في الكلام؟ حقيقة بتجيلنا صور يبقوا أشقاء من بطن واحدة زي ما بيقولوا، يقول لك متقلبين في بطن واحدة، ده متقلبين بالعداوة بقى في لبعض، شغل شياطين. لو حصل حاجة وإحنا على الحالة دي لا شك إن ده هيكون خطر مميت، خطر مدمر للجميع والعياذ بالله تعالى. طيب ماذا تريد؟ نريد أن نفهم القضية أننا مطالبون الآن وقبل أي وقت يعني مضى أن نقوم بعملية إحلال وتجديد، تشيل الأخلاقيات التعبانة دي، السلوكيات المنفرة دي، نركنها على جنب لأنها ممكن تكون سبب للي هيحصل، ولو حصل عليها وهي موجودة شيء هتكون طمة كبرى. فعايزين من إحلال وتجديد نشيل الحاجات دي ونحل محلها الحاجات اللي الشرع أمر بيها، عشان نكون فعلا كالبنيان المرصوص، كالجسد الواحد، لحم واحدة، نعمل بروح الفريق الواحد، عندنا تناغم وتكامل، ونحقق هذه الأخلاقيات السامية زي خلق الرحمة، إن احنا نتراحم فيما بيننا. انتوا كلكم حافظين، انا اقول اول كلمه في الحديث انتوا هتردوا عليا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ما شاء الله، ارحموا من في الارض يرحمكم. طب ما انتوا حافظين من لا يرحم، يعني احنا حافظين صح؟ طيب احنا بنطبق كده، بنفعل كده. طيب تعال شوف بقى خلق تاني اللي قلنا عليه بدري مذموم، الفظاظه والغلظه والعنف، تقطيب الجبين وكاننا في ساحه حرب، حاجه عجيبه جدا. خلق الرفق واللين فين؟ 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 والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، لما ربنا علمه ولو كنت فظا غليظ القلب ها انفضوا من حولك، علمنا ليه؟
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف أو ما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم كلام في منتهى الروعة والجمال: يا عائشة أرفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. بمفهوم المخلفة اعكسوا ما إذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، وبأي الحال يلا اديله اللي يقدر على أخوه في البيت، بيتي بساعة حرب بيت زيت نفسه. والكلام ده قيل في وقعة معينة مع يهودي يقطن المدينة في أمان، مر وتكلم بكلمة التقطتها عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كان فاطن لها، قال السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك يا محمد، وعمل نفسه مفتح يقول السلام عليكم، يعني قال السلام عليكم عليك يا محمد، قالت وعليك السام واللعنة والغضب يا فاعل يا تارك. قال ما يا عائشة ما هذا، ماذا قلت؟ قالت أو سمعت ماذا قال؟ قال وماذا قلت أنا؟ قلت وعليك، إنه يستجاب لي ولا يستجاب له. موضوع بسيط جدا، الموضوع ما يستهلش ده، وإن كان يهودي وعنده صفة الغدر والخيانة والخسة والندالة، لكن خلاص طالما عاش في وسطينا ليه حقوق نديها له، ما نظلموش ما نجرش عليه ما نتعداش عليه، زيه زي الكتابي زي طبعا الذمي المعاهد إلى آخره. ده الدين، ده الدين، ده الشرع. تخيل في حديث بقى روعة في الباب ده بقى، خلي كل واحد فيكم يقرأ الحديث ده مع نفسه ويخاف على نفسه. يخاف على نفسه. اللهم من الداعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم من رفق بأمتي فارفق به، بيدعي لك النبي هو، ومن شق على أمتي فاشقق عليه يا رب العالمين. يعني انت لو شقيت على الناس انت بقى محل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيك، ولو رفقت بالناس أكيد ربنا يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيك. يعني الرفق في الحديث: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تخيل لما تجيب خلق الرحمة وخلق الرفق وتشوف الإسلام كان بيطبقهم إزاي في المسلمين مع بعض ومع غير المسلمين، والله حتى مع البهائم والأنعام. مش فاكرين دخلت بغي الجنة في كلب؟ كلب رأته يلهث من العطش فسقته رحمة به، ولين منها ورقة في قلبها، معناها بغي، فشكر الله لها فغفر لها، دخلت الجنة بهذا العمل. يا إلهي، طب احنا الحاجات دي بنقولها ليه؟ عشان لما يحصل حاجة في بيننا تراحم، إذا كان رحمة بالكلب وبالهر وبالأنعام وبالبهائم فيها أجر ثواب في كل ذات كبد رطب إيش؟ أجر. ما بالك بالإنسان حتى لو كان كتابي أو يعني ذمي معاهد، أنت تتعامل مع الله. لذلك هذه أخلاق ينبغي أن تسود، أن تكون موجودة. مثلا خلق الإيثار، مش الأثر بقى، أهو الإيثار اللي كان الأخ بيتكلم عليه، الإيثار أن تؤثر غيرك بما هو حق لك. ربنا وصف الصحابة عليه عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني إيه خصاصة؟ ده هو أحوج للحاجة دي تحته وهو محتاج لها، بيتنازل عنها للتاني. فاكرين المثال بتاع غزوة أحد لما انصرفت قريش والجرحى يتأوهون من العطش ومن شدة الجراح والسقاه يبحثون، أتوا لرجل يطلب جرعة ماء بيموت، فلما اقتربوا منه ليعطوه سمع آخر يتأوه من العطش، قال لهم لا روحوا لده باين عليه أولى مني، يعني اسمه تعالوا لي. فراحوا للتاني لسه حيسألوه، سمع واحد ثالث يتأوه بشدة فأثروا على نفسه، قال لا اسقوا الأول وتعالوا لي. طلعوا يجروا على الثالث يدوب وصلوا لأمات، رجعوا للتاني لأمات، رجعوا للأولاني لأمات. إيه الإثار ده؟ إحنا ممكن لو حصل حاجة في النيل ممكن يفي بيننا إثار؟
نؤثر الكبير والضعيف والمرأة والصغير حتى لو كان غير مسلم؟ ممكن نعمل كده؟ ولا احنا بأخلاقنا دي وسلوكياتنا دي وواقعنا ده، ايه رأيكم نعرف نتعامل مع أزمة زي دي هتحل بينا؟ والله العظيم يا اخواني الواحد هو نايم كده يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. حالة التقاطع والتداور والتخاصم والتحفز والترقب، ايه ده ايه ده؟ امال احنا هنعيش ازاي؟ يعني بتجيلنا مشاكل مثلا يقول لك اصل يا شيخ الدور تأخر في الدور ساعة، عملوا الجردة اياها واضرب اضرب اضرب، اللي مات مات واللي عاش عاش، عشان الدور تأخر ساعة واثنين او ثلاثة الدور. طيب ايه رأيك لو الدور ما جاش خالص اصلا؟ كلمتكم قبل كده ابن بطوطة ذكر في تاريخه المؤرخ الشهير ابن بطوطة لما الحدث في سنة 500 هجرية تأخر الفيضان وجف النيل وقعد تقريبا 7 سنين مفيش مية خالص، مفيش ندعة مية، تخيلوا خلص خلص المخزون وخلصوا كل حاجة ومفيش حاجة، ودبت مجاعة ومات خلق كثير من الجوع والعطش. ما كانش فيه زي دلوقتي يتصرفوا يحللوا مية يجيبوا مية من الأرض، مفيش. ماشي، حتى بيع الكلب ب5 دنانير وبيع الهر ب3 دنانير وبيعت البيضة بدينار، وسمع عن امرأة تطوف بشوارع القاهرة بعقد ثمين من الجواهر تقول من يشتري مني هذا بكيلة قمح، ياخذ العقد الكبير ده العظيم ده كيلة قمح. قال ها كيلة قمح، انت بتحلمي؟ وفي حد عنده كيلة قمح اصلا في الأمة المصرية انذاك بأكملها؟ تخيل المشهد، حدث الناس يعني فعلوا افاعيل، قصة طويلة رجعوا تاريخ ابن بطوطة وروح في اخر سنة 500 هجرية او 500 وشوية، حاجة صعبة جدا جدا. الواحد بيقول طيب ماذا لو حصلت حاجة هنعمل ايه في بعض؟ بأخلاقياتنا دي بسلوكياتنا دي هنعمل ايه في بعض؟ احنا محتاجين نأمن الجبهة الداخلية. عشان كده بنقول الناس تجروا مع الله في الأيام اللي فيها أزمات زي دي، العفو والصفح والتنازل والتجاوز التغافل، يلا انتجر مع ربنا. واللي يعفو واللي يصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ومن عفو أصلح فاجروا على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. واعلموا أننا إن فعلنا ذلك فهو أكرم منا وأرحم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى، سيكون لنا سند وعون، سينجينا ويهلك أعداءنا ويحفظ لنا ماءنا بإذنه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. معاني مهمة جدا جدا ينبغي أن تكون حاضرة. من ذلك أيضا يا إخواني معنى في نظري مهم جدا جدا، الأخذ بالأسباب الشرعية الحاسمة التي حسمت بها غالبا جميع المجاهات السابقة مع الباطل، لأن دي معركة مع الباطل. ولا أنتم شاكين في كده؟ اللي بيحصل على النيل ده معركة ولا مش معركة؟ معركة. حرب المياه دي من أشرس أنواع الحروب، سيبوا بقى زمان حرب النفط وحرب مش عارف ده كلام خلص، حرب المياه هي خلاص دي أيامها. في خطبة أنا كنت عملتها من سنة 2010 كان ساعتها لسه مش عارف سد النهضة، يا ريت الأخوة يخشوا عليها، نزلها يا مصطفى للأخوة، بتتكلم عن الأحداث اللي حصلت دلوقتي من فضل ربنا ومن توفيق ربنا. شوف كانت في شهر 5 2010 قبل الثورة، وكان ساعتها في أخبار إن في مؤامرات واليهود دخلوا في أفريقيا ودخلوا وعملوا مشاريع في أوغندا ورواندا والكونغو وأثيوبيا وبيتأمروا على مصر عشان يضغطوا عليها، كان بحث نزل بيتكلم في الموضوع ده، فاتفزعت عملت عليه خطبة كاملة موجودة لغاية دلوقتي بنصها كده، سمعوها وشوفوها، كانت في مسجد الحي القيوم لو تفتكروه، الأخوة يرجعوها هتستفيدوا منها كتير جدا، إنها بتتكلم بتدور حوالين يعني معني قريب من كده. ده معنى. المعنى اللي أنا عايز أكد عليه بقى الأخذ بالأسباب المشروعة لحسم الصراع، اللي من أولها طالما تعرفنا على الله أوقنا فيما عند الله ينبغي أن نتوكل عليه حق توكله سبحانه وتعالى، نحقق التوكل. لأن التوكل عبادة قلبية عظيمة جدا جدا، تعطي طمأنينة واستقرار وقوة وأنفة وعزة
وتركا بها إلى ركن ركين، لأن الوكيل هو القيم والكفيل على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة، أمر بيده. ده يديك حاجة عالية جدا، تحقيق تقوى الله عز وجل. احنا مش في كربة ولا مش كربة دي؟ صح، كربة، وفعلا كربة كبيرة مش كربة صغيرة. عندنا معنى جميل جدا 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 بيقول: لو كان في كربة وهم وغم ومكر وكيد من الباطل، يعني حققوا فقط تقوى الله وما عليكم، ما عليكم. الله عز وجل يقول في القرآن: وإن تصبروا وتتقوا إيش؟ لا يضركم كيدهم شيئا. ما تقلقوش، والله ما حتخافوا، لا يضركم كيدهم شيئا، ما تقلقوش. الله عز وجل يقول: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا ينجينا إن شاء الله تبارك وتعالى لما نتقيه بفعل ما به أمر وترك معانه نهى وزجر، لأنه قال لنا برضو: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب. وحيبارك لنا في الموجود، ولو أن أهل القرى من واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مش كده؟ ما تقلقوش، اتقوا الله بس، واصبروا على الطاعة، واصبروا عن المعصية، واصبروا على قضاء الله وقدر. ممكن يكون في امتحان، ابتلاء، اختبار، عايزين نصبر، لأن الأمر بيد الله عز وجل. لما حدث ما حدث لبني إسرائيل، سيدنا موسى لهم كلمتين من الآخر، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. أنا أقول لكم: إن النيل لمين؟ لله. إن الأرض لا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى استعينوا بالله واصبروا، هذه معنى الصبر، والعاقبة للمتقين، هذه النتيجة. النتيجة لو صبرنا خلاص العاقبة إن شاء الله تكون لنا، وستفشل كل المخططات، ويكون هذا السد وبالا على من مكر وكادوا لإقامته، سينجينا منه بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. خلي فيه ثقة، خلي فيه يقين. معنى من المعاني المهمة جدا، من الأسلحة الجميلة اللي دايما بكلمكم عنها: الدعاء، التضرع، مناجاة الخالق سبحانه وتعالى الذي تعرفنا عليه بيقين عظيم فيه، زي ما يعني ربنا يعني بين لنا الحاجات دي بوضوح: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء. مش ده بأساء والضراء اللي احنا فيه؟ ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء إليه لعلهم يتضرعون. فلولا تضرعوا، يعني لو الجماعة دول تضرعوا ما كانش حصل لهم حاجة. إيه رأيكم، دي فرصة ولا مش فرصة؟ هيا نتضرع الله عز وجل. ربنا بيقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ينهار أبيض، ده هو اللي بيقول ادعوني، وأمر ربكم أن تدعوه، وعدكم بالاستجابة وتوعد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. بيقول لك إن اللي ما بيدعيش ده يا إما مستكبر يا إما مستغني يا إما مش مصدق إن الدعاء ده يجيب نتيجة. يا راجل، ده ربنا بيقول لك بصريح العبارة: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بالله عليكم، احنا مش في حالة اضطرار؟ ردوا. نعم، بلا شك حالة صعبة جدا، واحنا مستقيم اللي بيحصل، مش مستقيم في سوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله مالكم في إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما قيل له: إذ تستغيثون ربكم ها فاستجاب لكم، على طول ما شاء الله تبارك وتعالى ما كانش يتحرك إلا بالدعاء. ومن قبله سيدنا إبراهيم لما طلع من النار ولم يؤمنوا، لم يؤمن له إلا لوط وسارة، قال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إن شاء الله مش هنشقوا بدعاء ربنا أبدا أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم عباد الله بالدعاء. والله كأنها وصفة عليك بكذا، عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، وإن البلاء لينزل، زي اللي بيحصل ده، فيقابله الدعاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. محتاجين ندعو يا أخوانا، محتاجين نتضرع الله عز وجل، محتاجين إن إحنا يعني نتحرك بحرقة فيها خوف على نفسينا وعلى أسرنا وعلى مجتمعنا وعلى مصرنا، لنقدم شيء. إحنا
لو انتوا لاحظتوا انا ما اتكلمتش في القرار، هيكون حرب ولا هيكون مفاوضات، ده في ايد القيادة السياسية معها المعلومات والمعطيات، واحنا بنثق في القوات المسلحة المصرية لا شك في ذلك. والموضوع ده مش سهل، قرار الحرب مش سهل، وقرار المفاوضات برضو مش سهل، وفي الحالتين عايزين ندعم احنا باللي في ايدينا اللي نقدر عليه. وفي احلى من كده ان احنا يعني نتوجه الله عز وجل بكلياتنا بصدق، ان تصدقوا الله يصدقكم، ونلجأ اليه بهذه الصورة بهذه الطريقة. عايزين نغتنم بقى الفرص، في فرص اللي هي باختصار شديد فرص استجابة الدعاء. عندك مثلا الصيام، صوموا مخصوص عشان تدعو. عندك ساعة الفطر، ولو مش قادر خليك في الاثنين والخميس والأيام القمرية. وعندك الخمس أوقات، إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وعندك ما بين الأذان والإقامة، بدل ما تقعد تحكي مع حد احكي مع ربنا، نجي ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تردش أبدا. شوف الكلام. وعندك كمان حاجة جميلة جدا جدا، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. ده ممكن في الأوقات الخمسة وفي الضحى وفي النوافل القبلية والبعدية وفي صلاة الليل، ادعي وانت ساجد، أقرب محطة بينك وبين ربنا. وعندك ثلث الليل الآخر، حيث ينزل المولى تبارك وتعالى السماء الدنيا يقول إيش، هل من سائل هل من داع. وعندك التوقيت القاتل، قال الرجل يا رسول الله أي الدعاء أسمع أوقع أقرب للإجابة، يبدو أنه مهموم مكروب الراجل. النبي قال له إيه، جوف الليل الآخر، لآخر ساعة ساعة لربع نص ساعة قبل أذان الفجر، دي بقى ما تردش. فدي يا أخواني فرص محتاجين. أسألكم سؤال هو ملوش لازمة بس أنا هسأله عشان أحرك فيكم شيء. أنتوا بتحبوا مصر ولا لا؟ أكيد صح؟ بتحبوا لها النجاة؟ طيب شاركوا باللي في إيديكم، باللي تقدروا عليه، باللي في وسعكم أنتوا، باللي معاكم أنتوا. ده أمر مهم جدا جدا. يضاف إلى هذه المعاني جملة أن نسعى بين الناس للإصلاح وجمع الشمل وإيجاد اللحمة الواحدة وروح الفريق الواحد، وأن نقول للناس اطمئنوا، الأمر بيد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، أدوا ما عليكم ولا عليكم. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني النيل ده جي عليه أمم وطغاة وربنا أهلكهم وراحوا وضاعوا أجيال ورجال ورجال ورجال، والنيل قاعد زي ما هو. حد يعرف بقاله كم سنة؟ محدش يعرف صح؟ يقولوا اللي يقولوه، لكن الذي أجراه قادر على أن يحافظ عليه. لو أننا أطعناه لن يترك أحد ليمنعه عنا، لأنه بيده الأمر سبحانه وتعالى. يعني هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأخواني في غربتنا هذه. أقدم شيء أراه نافعا لبلدي ولمجتمعي ولأسرتي ولنفسي ولإخواني، مشاركة وجدانية بإيجابية وجدية. الباقي عليك بقى أن أنت تنتقل بهذا الكلام وتقوله في كل حتة، وتاخده وتتكلم بيه في كل حتة. ده منهجنا احنا، بنختلف عن غيرنا اللي بتناول الموضوع من يعني بيغتنموا الفرص وبيشمتوا ويتشفوا ويطعنوا. لا احنا مش كده، احنا نقول ده دورنا، المروءة والشهامة والرجولة والأمانة تقتضي ان احنا نقف في خندق مصر لغاية لما تطلع من هذا الخطر الكبير يا اخواني، ونصلح قدر الجهد والطاقة، نقول المعروف عن المنكر، نؤدي حق النصيحة، نبذل ما في وسعنا. وعلى فكرة بعد كل اللي قلته ده الواحد مطمئن وعنده يقين إن شاء الله الموضوع هيعدي بإذن الله تبارك وتعالى. فندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يؤمنها وأهلها ونيلها، وأن يحفظها بحفظه ويؤيدها بتأييده سبحانه وتعالى. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين.
ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم مع معالم القرآن إن كان في العمر بقية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.